للبحر الأحمر مكانة استراتيجية تحقق أعلى معدلات التبادلات التجارية بين الدول. 12% من التجارة العالمية البحرية تشق طريقها من بوابته، و40% من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا تتم من خلاله، وهو ما يشهد مرور 1000 سفينة يومياً مع إشراقة كل شمس. وغير بعيد عما سبق، وفي غضون الأيام الماضية عمدت الممارسات الحوثية الرعناء إلى عدم التفريق بين ما يحدث في غزة العزة من حرب إبادة إسرائيلية باستهدافها السفن التجارية في عمق البحر الأحمر، علماً أن السفن المارقة ليست لشركات إسرائيلية، وبين ضرورة توقف أنشطة القرصنة الهوجاء التي تمارسها على سفن الملاحة الدولية لمصالح شخصية ليس أكثر، من شأنها تقوية إيران ودعم عملائها في المنطقة، وبالتالي هو استهداف ممنهج للأمة العربية، والعمل على إبطال أنشطتها الاقتصادية وجعل البحر الأحمر ممراً غير آمن لكبريات الشركات الناقلة للنفط والغاز وللبضائع والحاويات التجارية التي تشكل مجتمعة نحو 53% من حجم تجارة الحاويات العالمية، التي أعلنت 4 منها وهي شركات إيطالية سويسرية وفرنسية وألمانية، وأهمها شركة ميرسك الدنماركية، تجنب العبور من خلال قناة السويس وعبر مضيق باب المندب تفادياً لهجمات الحوثي الإرهابية، الأمر الذي سينجم عنه تعطل لسلاسل الإمداد وتوجه غير محسوب لخط سير التجارة البحرية عبر طرق أخرى أطول كالالتفاف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، مما يعني حدوث زيادة في تكاليف النقل والتأمين وارتفاع أسعار المواد المستوردة بما لا يقل عن 30%، بما يهدد الأمن الاقتصادي للدول العربية وبالطبع البحرين. وبعد كل الذي ذكر آنفاً، ليس مستغرباً أن يلتفت العالم إلى البحر الأحمر وتتوحد الجهود والمساعي الدولية لإبعاد الأخطار التي تحدق في مستوى نشاطه وحيويته. وعليه تم إطلاق العملية الأمنية حارس الازدهار تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وتحت قيادة فرقة العمل 153 باعتبارها فرقة دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال مكافحة الجهات غير المشروعة من غير الدول في أعالي البحار، إذ ستجمع العملية الأمنية قوة متعددة الجنسيات تضم أكثر من 12 دولة من ضمنها البحرين، مهمتها حماية التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن وكبح جماح القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وحرية التجارة ومنع تهديد حياة البحارة الأبرياء وانتهاك القانون الدولي، إذ سيعهد إلى تلك القوة تنفيذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بهدف ضمان حرية الملاحة والحفاظ على سلاسل الإمداد والطاقة وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين. وجود البحرين ضمن قوة حارس الازدهار جاء التزاماً منها وارتباطاً من قبلها باتفاقيات دولية تعنى بمواجهة القرصنة، وهو ما يجعل دورها في هذا التحالف طبيعياً، والأهم من ذلك كله ما يحتم عليها واجبها تجاه أمنها الوطني والإقليمي والاستمرار في مواجهة القرصنة البحرية، خصوصاً عندما تكون ذات أجندات خبيثة تصطاد في الماء العكر وتدس السم بالدسم لإشعال فتيل الحرب وتوسع نطاقها، وبالتالي عدم استتباب السلام والاستقرار في العالم.